كم تبلغ تكلفة هذا المشروع، مشروع الدرعية، كم تكلفته؟ نعم التكلفة، نعم اسمح لي، نعم تكلفة المشروع الذي سنبنيه في السنوات القادمة هي 63 مليار دولار. وكم مساحة المشروع؟ المساحة طبعا عندما جلسنا لكي نقوم بالمخطط بدأنا ببضعة كيلومترات، لكن عندما بدأ ولي العهد يفكر بها بنطاق أوسع أصبحت أفضل، أضفنا سكن، أضفنا جامعات، الآن نتحدث حاليا عن 14 كيلومتر مربع كمساحة، وهنا انطلقنا من وصلنا